قايد؟ أول مرة سيدي. قداش عمرك؟ عمري 76 سنة. علاش استنيت هذا الكل باش تقايد في البيت؟ نحب اللي نتاع قبل ما همش حاجة. السنة حبيت باش ننتخب على خاطر يظل لي فما حوجة باهية إن شاء الله ننجحوا فيها. إن شاء الله السنة فما حوجة. هذا شنو نطلبوا من عند ربي؟ أنا تشوف الانتخابات هذيا تنجح على السكة؟ إن شاء الله. هذا اللي حاببها أنا. وعندي أمل. عندي أمل في الشعب التونسي. أنت جيت مع سيد باش يسجل، ما كنتش باش تسجل، ناوي باش تسجل، علاش؟ والله ما نعرف. يعني ولا شيء الانتخابات؟ حكاية زايدة ظهرت لي. علاه؟ كيك خاطر ماهيش تنفع فينا في حتى شيء. يعني حاجة زايدة. هاك شبدت تختاري باش تسجل؟ بالكش نبدل رأيي من بعديك نمشي ننتخب ولا حاجة. تعرفش علاه؟ الانتخابات اللي كنت كل مسجل ما انتخبتش. حتى مرة. حتى مرة في حياتك ما انتخبتش. ان شاء الله هذه اول مره وان شاء الله تصلح. والله باش سجل انا والفاميليا كل خمسه ما قيدناش قبل سنه، معناها اول مره باش ننتخب ان شاء الله. والله في البريود هذيك معناها جت الانتخابات بعد الثوره، ما زاد مش فاهمين حتى شيء، فهمتني؟ تو وضح كل شيء، ملينا من الوعود الفاشله والكاذبه. خاطر سي امبورطون باش تعطي رايك وتختار العباد اللي انت تثق فيهم وهما باش يشدوا، معناتها ويل فون بروندر دي ديسيزيون معناتها اسي ماجور للبلاد. انا الحقيقه جي لسبوغ، معناها عندي ثقه مش كومبليت، اما عندي ثقه بلوز او موان اللي انا عندي ان شوا ونجم نعمله ونجم نختار، معناها اللي ما كانتش حاجه معناها بوسيبل قبل. لا انا حب العكس، حبيت نحل الاسم من البازو دوني نتاع ليزي، خاطر كما يقولوا يونا مار من العباد تحكي 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 كذا منا، فماش كل حبر على ورق عباره اكتف في الحوت وطايش في الماء. معناها انت فوتيت 2011 2014؟ اي البلدية ما فوتيتش، بلديات ما فوتيتش. معناها من بعد 2014 عرفت ما ماكش تدخل. اي دونك اليوم تحب تنحي؟ نحب نحي اسمي من البازدونية نتاعهم. معاش سالتهم ما فماش بوسيبيليتي، قالوا لي قانونيا ما فماش. لا مانيش ماشي، لا سيغورو هذاك كما يقولوا مانيش ماشي. احنا بدينا من نهار 10 افريل نخدموا، اليوم 18 افريل، يعني فما جمعه، فما شهر وجمعه، فما قبيل على التسجيل، قاعدين نسجلوا قاعدين نخدموا، العمل متواصل. الخيمة تبدأ محلولها من 8 متاع الصباح للخمسة متاع العشية، هذا بالنسبة للنهار. وفي الليل كيف كيف نقوموا بالعمل متاعنا من 9 متاع الليل لنص الليل. الخبيل أكثر في النهار ولا بعشق الفاتر سورتو في رمضان؟ توا في رمضان سورتو البريود الأخرى، ولا الخبيل أكثر موجود في الليل وفي النهار الوقت هذا، يعني تعرف من بعد العباد تروح تبدا تحضر شقان فطر الكل، دونك العشيه من بعد ساعتين ما ثلاثه تبدا تنقص. اما في الليل تكثر الحركه، تتعب وسط البلاد، تتعب سونتر فيل، العباد تمشي القهاوي الكل، دونك فما قبل على التسجيل. ولا انا بيرسونيلمون ما كنتش نتوقع بالفلو هذا نتاع التسجيل. فما تسجيل به قربنا للمليون كعدد تسجيل حسب ما قاعده تصرح الهيئه، دونك سافا قاعدين. ولا لي جون راهو فما مشاريع نخدموا عليها، لي جون خدمنا عليهم، مشينا لهم الليسيات، مشينا لهم للكليات الجمعه الاولى والثانيه، وقاع عمليه التسجيل نتاعهم بصفه كبيره برشا. قعدوا كيلكوزان اللي ما سجلوش في الليسيات اللي قاعدين نحن نسجلوا فيهم توا. لي فما وعي عند العباد، فما عباد تحب تسجل. وذيك الحاجه اللي بها اللي تفرح، يعني فهمت؟ بصفه اراديه العباد قاعده تسجل. اكثريه احنا ديما نسالهم ساعه انتخبوا ولا يعني كان لقيناهم ما انتخبوش وما قبل، نقول لهم يلزمك تويك تحاول تنتخب باش تبدل الوضع كان مش عاجبك، فهمت؟ وقتها هما يقول لك لي ما مش فما حتى شيء يعجب ولا حاجه، انت وقتها تمشي له بطريقه انه توا وقتك باش تبدل وباش تخمم في مستقبلك، باش تخمم في مستقبل عيلتك. وقتها هكاك يمكن يقتنع شوي شوي، مش الكل، فما كاتيجوري تفهمك كاتيجوري اللي تقول لك لي مع الدنيا غليت. الاكثريه اكثر حاجه مقلقتهم هي غلي المعيشه العبيد، يعني ويجا فوتي ويجا ما تخليش حد يسرق لك صوتك، يعني اللي متعدي نسالوه. حتى فما برشا عبيد مش فاهمه اللي هو التسجيل، يلزمك انت تجي تسجل، يقول لك ليه ما قاعدين يسجلوا هما، فهمت؟ نسألوا فيهم يقولوا كذا تطلب علينا معناتها، قالت لي ربي نو. وإلا برا شوف خديمة خير لك تصلح، يعني هذايا خاطر هي عدم الثقة في الأحزاب هي اللي وصلت اللي الإجابة نتاع المواطن وليت شوية أجريسيف. مي فما بالعكس، فما شكون يجي يبدا يبوس فيك، فما يعطيكم الصحة، فما ربي يعاونكم، يعني فما توت لي كاتيجوري الحق.